العالمين والعاقبة للمتقين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده صدق وعده ونصر عبده وعز جنده. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد النبي الأمين. بداية نترحم على أرواح الشهداء من قواتنا الأمنية وقوات الجيش وقوات الشعب والقوات الشعبية الذين ضحوا بدمائهم وضحوا من أجل بيجي. لذا نقول نشكر جميع الذين ساهموا في إعادة بيجي، واليوم بيجي 80% النزوح إليها عودة، ونسأل الله سبحانه وتعالى للجميع العفو والعافية. وهذا أول عيد في بيجي، والناس اليوم يأتون من كل جانب وصوب لعودتهم إلى بيوتهم، والأمان مستمر، الكهرباء موجودة، الماء موجود متوفر، الخدمات 80% إلى 90%، والحمد لله. هذا ما أردت أن أقوله، ونشكر جميع الذين ساهموا في ذلك. بسم الله الرحمن الرحيم. اليوم حضرنا صلاة عيد الفطر المبارك المصادف 15 حزيران في جامع النوامس، ونحن الآن أيضا انتقلنا إلى مضيف الشيخ هاشم، السيد هاشم النوامس. حقيقة أهل بيجي الكرام قد حضروا بجمهور كبير. نحن في بيجي يوجد من الرموز الاجتماعية والدينية والشباب المشرقين، إن شاء الله ستعمر بيجي، وإن شاء الله سيكون في قلوبهم الإيمان للإشراق والبناء والوئام. امتازت أهالي مدينة بيجي بأنهم أناس ذوي وئام وتكافل اجتماعي من خلال ظروف النزوح، وأن مدينتهم قد تضررت كثيرا، ولكن قلوبهم عامرة بالإيمان والإشراق من خلال استعدادهم لإعمار مدينتهم والاستمرار بالحياة، وإن شاء الله سيوفق أهل هذه المدينة. تحياتنا إلى مدينة بيجي وقراها وكافة مناطقها، ونهنئهم بالعيد السعيد، ونشكركم، جزاكم الله خير. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اليوم هو اليوم الأول لعيد الفطر المبارك، وهو العيد الأول بعد 4 سنين من النزوح في مدينة بيجي، والحمد لله عدد كبير من الناس عادت إلى دورهم. ومن العادات الطيبة في العيد لأهالي مدينة بيجي هو التجمع لأداء صلاة العيد، ومن بعدها فطور صباحي للرجال عند البيوتات المعروفة، ومن ثم يشرعون بزيارة العوائل لأداء صلة القربى والرحم، وفي مقدمتهم عوائل الشهداء الأبرار
وكذلك من بعدها يشرعون من العادات الطيبة لإصلاح ذات البين ما بين المتخاصمين، فتكون أيام العيد أيام مباركة للصلح والسلم المجتمعي. شاد المداح بعتب وجمل الحال قلب الهم، شاد المداح بعتب وجمل الحال قلب الهيمان.